كل حال نيت 38 39 درجة أمارة أميرة مرحبا أهلا سالنا الفطور تبعنا كي جيت للبيسين مشاهدة يدير السوف عندي راكا باش غير تسمعني مزيان حيت كاين الريح مشي يدير هذا السوف واميره ما كانش معايا تقول لي اسمع فين كاين اميره شدها بحال نانو كيولي ليها نانو ولا نينا بحال هكا المربيه تاعها تقول لي اسمع مين جاتك المربيه تاعها واش اللي معاك في الدار هذا لا دابا راجلي كيعرف واحد السيد هنايا من 2006 وعندو مرتو عندو وليداتو وصراحة مدرناش من الأعوام الأولى حيت أميرة كانت باقا صغيرة وهدا ما كنتش زعما ما كنتش غادي نكون مرتاحة دابا أميرة عندها 3 سنين قلت مزيانة زعما غادي زعما نكون مهنية فيها شوية حيت كتهضر إلا بغات شي حاجة كتقولها إلا ما عجبتش شي حاجة كتقولها صافي هادشي اللي كاين والمربي كتشدها مثلا من على حساب من 9 حتى للربعة ولا من 9 للخمسة وكتكلف بها يعني كتفطرها كتغديها كتنعسها كتبدلها حوايجها الدوش كيمشيو يرسمو كيديرو بزاف ديال الأنشطة صراحة داكشي عجبني الحال حتى أميرة ردت ليها البال عجبها الحال عرفتي فلو قلت أنا شكيت قدر ما يعجبهاش الحال ولا غادي تبكي ساعة ما بكات ما تش حال أصلا ديك السيدة عندها بنيتها عندها 14 سنة وكيلعبوا مع بعضياتهم فرحانين بها وهذا واكيد هذا يعني ماشي فابور كنخلصوها باش يعني كدير كذلك خدمتها بزوين حتى هي ام يعني كي كنقولها تعرف كيفاش تعامل مع الوليدات هادشي اللي كاين حيت هنا كاين عندهم في لوطيل روبي كلوب يعني كيتسكلوب يعني كيشدو الوليدات ولكن بحال دابا مثلا من 11 ولا مثلا من 10 حتى ل 12 ولا دير هكدا وعاوتاني من 3 حتى ل 5 حتى هاديك زعما وقيت قلت زعما زيون ولكن كنقول انا اميرة حنا وليداتنا كيبقاو لاصقين فينا العام كامل ماما بابا ولا بابا وكنقول هادي فرصة يعني مرة في العام ان الواحد يرتاح ولو غير شي سويعات من ولادو وليداتو زعما الواحد تعطي وقت لراسك تمشي ديري الماساج تمشي تعومي تقراي شي كتاب تسدي مثلا شي موسيقى ولا بغيتي ديري شي حاجة هادشي اللي كاين ميرا راه مكناش داكشي كنقدر هدا نهضر ونصور مع حتى انا على راحتي مثلا نقدر ندير المونتاج ولا شي حاجة بلا ما نتبرزت صافي ويد لي ديك السيدة راجلي هذا واخد هذا غرفة انه فين يقدروا يدوشوا الأميرة فين يقدروا يديو أميرة تنعس حتى هما كذلك يرتاحوا صافي هادشي اللي كاين واحد السؤال اللي المتابعين سولوا ليا اسمع واش المغرب كيحتاج الفيزا على حسب مصر تأشيرة كيحتاج للتأشيرة المغاربة إلا هذا ما عندكش الجنسية مثلا ألمانيا أو جنسية الشراء كي تاخذ تقريبا 20 يوم على حساب المهم بعد ما 20 يوم الى ما تلاقى مع شي عيله شي حاجه تقدر تاخذ لك حتى شهر او شهر ونص الله اعلم ولا يقدر ما تشدهاش كاع على حساب فيش نعس غير بعد ما تكاش نيت فيها وصافي شنو اخر نحاول نفكر يعني انا عندي جنسيه عندي جنسية ألمانية وجنسية مغربية أكيد بجوجهم ما يمكنش ناخذ وحدة ونخدم وحدة ما يمكنش يعني عندي جنسية ولكن ملي كتوصل للمطار ديال الغردقة حنا كاينين في الغردقة جميع الناس بزرع المعطلة حنا في مصر الغردقة حنا كنمشيو لنفس الأوتيل ربما تكون في المباي صراحة
شي حاجه واعره ماشي شي حاجه نقولوا لوكس 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 لوكس. راه كاين كيبينسكي مثلا ديال لوكس كان لوطري رخاص 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 في نفس البلاصه اللي كاينين فيها حنايا قريبه لينا اكيد. صافي في مشينا فوقنا بقينا في التشيره يعني انا مثلا عندي جيتي كنوصل المطار صافي كنعطي هذا الباسبور كتشري هاد التيشيره تما كديروا قلاش 5 دولار ولا 6 دولار يعني ماشي شي حاجه غاليه دغيا من با 5 ثواني طبعوا هذيك وصافي كتدخلي كتمشي كتكونترول في الكونترول ديال الباس باش كيشوفوا واش عندك التيشيره. هادشي اللي كاين صافي. يعني بالنسبه للمغاربه راه كيحتاجوا التيشيره مثلا عندي الجنسيه نقدر نشريها سور بلاس ديك ساعه نكون في المطار كيكشيو هذيك الباكيت ب 5 ثواني حتى قلت غير طق 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 وهنتي وهنتي شديتيها صافي. هادشي حبيبي اللي كاين كنقول واش ما نسيتش حاجه حيت الاسئله اللي كيوصلوا من عند المتابعين كنحاول نتفكر اشنو نسولوا المتابعين. اهو على حسب قضيه كورونا وهذا لوطيل مثلا داير غير 70% ما دايرش 100% يعني خص يدخل مثلا 400 ولا 500 ديال الناس ديال السياح اكثر ممنوع على حسب كورونا وهذا اخر وكياخذوا حتى الاحتياطات ديالهم وهذا واغلبيه ما كنكونوش بلايص مسدودين مثلا المسرح مثلا بحال دابا ديما دايرين العشاء ديرونو على برا البيسين ضروري بحال في الفطور ولا في البيفي خاص تكوني لابسه الماسك بغيتي تفطري هي كاسالها بحال دابا هنايا على برا بلا ماسك ما تجي حاجه صراحه كتجي شي حاجه صعيبه خاص زعما الماسك كتلبسو مده طويله هادي ولكن صعيب 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 تولد فيه بزاف بصح هي الماسك كتطلقو يعني واخا كنت مازال موش الماسك خصوصا مع الحراره ما كتقديش تنفسي اوف 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 عرفتي الا ما كانش الريح راه انا كتولي تعرقي عرفتي من 30 39 درجة ولكن صراحة احسن من البرد راني تسانا كتكتب ليا راه نبات 17 درجة برد الحال والشتا والريح والجو لا علاقة كانوا حتى على المتابعين كيقول لي اسماء علاش ما كتهديش المغرب شوفوا انا الا بطلي اش من عطلة غادي ندوز ملي من 9 ديال الليل ممنوع عليك تخرجي ممنوع عليك تمشاي وهذا وخصكي بزاف د الحوايج يعني ماشي عطله هنايا والبحر قافلين وهذا انا لا هنا صريت حتى لوحده جوج ثلاثه الصباح مثلا يعني مثلا تما عندك تسعود خصك تدخلي يعني شنو العطله ولكن بالنسبه ليا الا نمشي المغرب ما كندوزش فيها عطله كنمشي غير كنشوف حبايبي يعني ما كنحسش بيه راه ندوز العطله كنمشي بحال غادي لدارنا صافي هذاك الشيء حنا كن حنا عزيز عندنا هنا مصر صراحه ولفناها وكنمشيو فيها يعني مده يعني المغرب كنا باغيين نزلو كره كنت قلتها لكم على حسب بغينا نبداو نولي في مراكش وهذا جات كورونا صافي ما كايناش مشينا يعني حنا كنا بغينا ولكن ما كتبش وصافي حنا مصر كنبلانيوها راه بلاني لها فاش باقي القديمه ما تحلتش في المغرب باقي كلشي مسدود يعني حنا ما كنبلانيوش شهر ولا شهرين لا حنا كنبلانيو 6 شهور قبل 7 شهور قبل علاش حيت ما كتلقاي الوطيل هنا دغيا كامل نص دغيا كتريزيرفي ما كتلقايش بلاصه يعني حنا ديما 6 شهور نص عام قبل 7 شهور قبل كنبلانيو ديجا فين غادي نمشيو حنا دابا المغرب كنفطروا ملي كنسمعوا راه تحلت الدنيا وبعد ما كنرجعوا كنقولوا راه كتسمعوا ثاني راه غيقفلوا عاوتاني بلا ما كيعلموكش انت فؤاد ما كيعلموش انك راه غادي يسدوا الحدود ولا ممنوع ولا يحبسوا الطيارات ولا مشي درت المهم تحباس البنت خصها تمشي للراود الراجل خصو يمشي يخدم نصدقوا في مشكله داكشي حنا كنتفادوا يعني حنا نمشيو للبلاصه اللي كنعرفوا راه متاكدين غادي نقدروا نرجعوا وكي قلت لكم اشنا هي نمشي لتما نبقى محبوسه نخرج غير بالنهار وبالليل من 9 ما تقدرش تخرجي تعشاي مع راجلك ولا مع عائلتك يعني قلت بلاش اللهم ندوز انا في بصل نحس راسي اليز ما نحسش راسي اني مسموته ولا محبوسه بحسد دين عليا بحال شي حبس كيفاش فضلنا نجي هنا من مصر يعني نتوما حطوا يعني الناس اللي كانوا في المغرب راه تشوفوا قافلين عليكم كتقول ما كرهنا اسمع خرجوا راه متي ما كتقول اسمع سعداتك زعما ما كرهتش لكم اكيد يعني نتوما كيتمناو انا كنشوف من الاخت ديالي كتقول لي اسمع سعداتك والله ما كرهت نجي عندك قلت لها حتى انا ما كرهتش تجي عندي ولكن قلت لها راه ما يخليوكمش حتى انا توحشت الاخت ديالك اجي عندي نجيب عندي الاهل ديالي ولكن شكون كره انا الا ما مشيتش للمغرب كنبغي نجيبهم عندي ولكن مع كورونا صعيب يعني ما كيخليو حتى شي حد يسافر برا المغرب انا نمشي ولكن ماشي شي حاجه اكيد انا نقدر نرجع ولا يقدروا يسدوا عليك واخا عندي جنسيه وهذا ولكن صعيب هادشي اللي كاين ما عرفتش غادي نقول لكم اكثر يعني حيت المتابعين كيسولوا الاسماء علاش ما كتمشيش للمغرب واش ما كتحشيش انا نقول لكم واحد الحاجه
لما بقيت كنت وحش المغرب على نسبة سنين فهني في ألمانيا صافي ولفت مبقاش عندك الاشتياق دار كنت وحش المغرب دار كنت وحش ماما ولا كنت وحش با ولا كنت وحش اختي علاش حيت كنهضر معاهم يوميا في فيديو كنتصل بهم كنحس بهم والله العظيم بحال حدايا يعني ما كيبقاش داك الاشتياق الخايبه بحال دابا ما كنهضرش معاهم بصفه نهائيه نقول ناري توحشت ماما ناري توحشت توحشت بنات توحشت حسنا ناري توحشت محمد توحشت سنه وهذا وعلاش ما كذلك ما توحشاش نقول لكم سبب ثاني لان اختي سنه كاينه حدايا يعني هي العائله ديالي يعني شي حنا منسين بعضنا يعني ديك الاشتياق للبلد كانت عندي راه كنت عاودت في فيديو سابق كانت عندي 3 سنين هذه يعني 3 سنين الاولى ديالي في المانيا فاش ديما كنت هزه بليستي وكنرجع ديما كنخاص مع راجلي وكنرجع كنقول لي انا توحشت ماما توحشت دارنا توحشت بزاف الحوايج توحشت البحر توحشت اكادير توحشت الجيران توحشت الاجواء ديالنا بزاف الحوايج دابا ما بقاش عندي ديك الاشتياق دابا صافي تأقلمت مع المجتمع يعني ما عنديش مشكل يعني شي تقول المغرب حتى 3 سنين 4 سنين 5 سنين المغرب ما عنديش ما غاديش نقول مفتوحش المغرب ولكن ما يمكنش نغيب بهذه المده طويله صعيب صعيب صعيب, صعيب. كيف قلت لكم راه غير امور تهدا في المغرب ونتاكد ان كلشي مفتوح ماشي السعودي يحبسوا علينا ويسدوا علينا عاد ديك الساعه اسما تهبط انا ما غادي وكان المهم راه حنا باقي مفتوكين راه كنقولوا واقيلا في شهر 9 غادي نهبطوا بالحق غير ويكاند باش نشوفوا على سد داكشي في مراكش نفاريوه دغيا ونحيدوا علينا باش يبداو تبني خلاص هادشي اللي كاين صافي هادشي حبيبي اللي كاين ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر دابا غادي نبدل حوايجي نمشي نعوم ومن بعد نقرا واحد الكتاب عندي هنايا وديك الساعات غادي نمشي ندير السبور ومن بعد نمشي نتغدى ان شاء الله وديك الساعات العشاء غادي نوجد راسي غادي نعكي بسكسوا اليوم راه كاين عشاء سبيسيال يعني خصنا نلبسو شي حاجه شيك 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 واعره صافي هادشي اللي كاين حبايبي نتلاقاو من بعد كنفوتش نصافي لي اليوم غادي ندير واحد الورك اوت تاع كتلبان صراحه كتبدل زعما شكل الجسم دائما زعما بواحد الوتيره زوينه ماشي ستريس بلاص ولكن بعدا كاين بحال دابا الناس اللي عندهم مشاكل لان الم في الظهر وبغاو يقويو العضلات ديالهم يعني كتلبان صراحه زوينه 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 بزاف هي اللي غادي ندير اليوم المهم الطريق الجيم صافي شنو هو كاين تما ماشي تبدي ولكن كاين التالت فيهم المهم ماشي نمر واحد تاني تالت ماشي يكون خير الله عمر نشكر نافورة زوينة تما غادي واحد الحرارة مبقاش كيكون تبغيت قلعيه ولكن كيما درنا وحلو البرد يجيك البرد تلبسي حوايجك جاكسة تبغي تحيد ديهم درس مهم صراحة المهم نمشي اليوم خاوي يا سلام المهم دابا غندير السبور واجدة ونوريكم شكلي غنكون عرقانة ولكن دابا انا كاين الكلمة صراحة القديم قادة الورك او الكاتلبان هما هادو هادو زوينين دير بهم السبور وفيهم الوزن يعني زعما الشكل اللي الوزن اللي تقدر تهزيه وصافي صافي دابا غادي نبدا It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Because there ain't nobody love you like I
مهم دابا عاد كملنا السبور. انا ندير صراحه 20 دقيقه هذاك الورك اوت اللي شفتو راه عاودتو ثلاث مرات وصافي كندير هذا الحركه ديال كول داون كتبرد الجسم ديالك صافي هادشي اللي كاين وهاد الزوج داروا السبور داكشي مشهد مهم كتر مشين ساعة وانا كنتسنى فيه مغيف لداخل صافي هادشي اللي كاين حبابين تلاقاو بالعشية وقت العشاء هانتوما لابسة واحد اللبيسة راه كنت ديجا وريتها في هذا الانستغرام شي حاجة واعرة فين واحد اليوم قالك خصنا نلبسو شي حاجة شيك إلوهي ماما مامي شوفوا أميرة وريم أميرة شنو لابسة وريم شنو لابسة وريم شعرك وري داري داري وريم شعرك داري سيري سيري جزا زير الله وريم كسيوة وريم كسيوة حي 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 فركسة هيك صافي نتسنى غير واحد الشهر اللي قرب يسالي ودابا نمشيو العشاء وين مو بسيطة شوفوا المشاربة يا حليبة حلي تما كاين شوفوا شوفوا واحد المنظر اولالا اولالا على منظر شحال كيهبل يا سلام كلشي زوين واو ما بعدنا لنكون أنوانا دائما الذين فنا في زوما بي أهدوكم غنيان صباح الصباح ولقيا أحسن ميرا شكرا كثيرا في زوما بي صباح الخير عليكم يا الحبايب المهم سمحوا لي ما كملتش لكم الفلوق البارح المهم الصباح عاوتاني نهار واحد اخر نمشي نفطروا عاوتاني واحد المنظر قبالتي شحال غزال واخا زعما شفتو شحال مره ولكن كيحمقني واحد اللون ديال البحر كيهبل زوين ونياك المهم هنايا غير الديكور اللي دايرين بالحجار وهذا وهاي يا الحبيبات المنظر اللي قلت لكم ما عرفتي شوفوا اللون ديال الماء كيف داير غزال بزاف اش نعمل شوفوا واحد المنظر صبح عليه وعرفتي واو في الكاميرا واخا هكاك ما باينش ولكن ملي كتشوفي بالعين المجرده واحد المنظر غزال بزاف وين جيت البيسين فين كانت البارح السواريه شوفوا دغيا جمعوا كلشي نجمعو كلشي دغيا سيرين بابا كلشي اللي عطاناه في هاد الفلوك ما غاديش نزيد نطول عليكم ما تقولي اسماء ما درتيش لنا جوله في الغرفه شوف راه ديجا درت شحال مره راه غير الا رجعت الفلوكات ديالي ما سرى فيهم جوله تاع هنا الغرفه حيت عندنا نفس الشومبر ما مبدلاش في نفس البلاصه حتى شي حاجه ما مبدله داكشي هاد هاد المره ما غاديش نصورها يعني صورت لكم غير شنو كيديروا هنايا العشاء السهره اللي داروا النهار ديالي هادشي اللي كاين اصلا غير كنرتاحه الماساج هادشي اللي كاين حبايبي صافي ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر قال كنت ناكل
الفيديو. نال اعجابكم ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. خليت لكم راحه بال. مع السلامه.